لو سمحت انا عايز اوضه على الشارع الرئيسي من الناحيه دي. في اوضه حلوه كتير، حمام، تلفزيون، بس بتطل على الشارع الثاني. لا معلش انا عايزها على الشارع الرئيسي. تحت امرك، في اوضه بسرير واحد. كويس مش مشكله. مش عارف لسه، اتفضل. دول $500 تحت الحساب. مسافر لابد يرجع بعد يومين او ثلاثه، ما بطول. شكرا. حكمت المحكمه حضوريا على المتهم سيف احمد عبد الكريم بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسه. ايه اللي بيحصل لي ده؟ انا لازم اكون متماسك اكتر من كده. انت دخلتي هنا ازاي؟ انا لقيت الباب مفتوح. انت اللي خبطتي من شويه؟ ايوه. ما دخلتيش ليه؟ انا لما خبطت على حضرتك في الاول وما ردتش افتكرتك نايم، مشيت ورجعت بعد شويه لقيت الباب مفتوح فدخلت. وتدخلي ليه وانا مش موجود؟ علشان انضف الاوضه واغير الملايات، وبعدين احنا معانا مفاتيح الاوض. حضرتك اتضايقت؟ لا بس اسمعي بقى، انا هقعد هنا كتير وما احبش تدخلي الاوضه الا بعد ما تستاذني. حاضر. انا ما معيش حاجه اخاف عليها، لا فلوس ولا مجوهرات، لكن بحب الذوق والنظام. متاسفه. مش هتنضفي الاوضه ولا ايه؟ حاضر. اسمك ايه؟ علي. وانا اسمي سيف. اهلا وسهلا. انت مصرية؟ ايوه. وطبعا هتسألني زي كل الناس انا بعمل ايه هنا، مش كده؟ فضلي في الدنيا دي مش اكتر من يومين او ثلاثه بالكتير. انا مريض. بالعكس
أنا متوازن جدا، لأن بعد اللي حصل ده كله أصبح وجودي في المجتمع شيء منفر للناس طبعا، وليا أنا أساسا. الانتقام هو اللي هيهون عليا سنين السجن الطويلة. لما يقتلوا يتقبض عليا هاخد اعدام، لان في سبق اصغار عميق بقاله 7 سنين وتعصب متعمد. ساعتها يمكن ارتاح لما اعرف اني خدت الطار بنفسي واني واجهت الحقيقه اللي اتخدعت فيها. شويه، هي الساعه كام دلوقتي؟ هي هلا الساعه 10. امال فين الانسه عليا؟ طلبت مني انه تنقل على الطابق الثاني. هي اللي طلبت كده؟ نعم. طب اتفضلي. ايه ده؟ انت رايح فين؟ انت غلطان، دي مش اوضتك. انا عارف اني غلطان، انا جاي اعتذر. افندم انتي ما جيتيش تحت ليه؟ تحت فين؟ من فضلك بقى، ده مكان اكل عيش. انا ما اقصدش اضايقك، انا فعلا جاي اعتذر عن اللي حصل تحت. انا ظروفي، انا فعلا اسف، انا مش عايز اسبب لك اي اذى. لو سمحتي ترجعي مكانك تاني. اعتقد ان ده موضوع مش مهم قوي، لكن مهم بالنسبه لي انا جدا. انت عاوز مني ايه؟ انا عايز اعتذر، وبلاش نظره العتاب اللي في عينيك دي. مفيش حاجه تستحق العتاب. معلش، صدقني انا محتاجه اتكلم مع اي حد. مش معنى انا مش عارف، احساس غريب شاددني بيكي. صدقيني علي. عاوز تقول ايه؟ انا شايفه في عينيك غموض. تعالى نتكلم بقى. يلا. يمكن علشان ظروفي غامضه شويه، كل انسان فينا دافن سر جواه وماشي بيه زي القتيل. قتيل؟ زي الكابوس. انت عاوزني ليه؟ زهقت قوي. عاوز تتسلى؟ يا ريت. ما عادش في وقت، انا خلاص زهقت من نفسي. انا طول عمري عايش لوحدي. ليه؟ انت مش متجوز؟ لا طبعا، مع ان مفيش حد قدي محتاج لانسان جنبه. انت ايه حكايتك بالظبط؟ ده مشوار طويل قوي. فازي يا واد يا شيخ، من هنا اقوم بذاكر يا ام. ما انا مذاكره بقى يا عباد، هاخد ايه انا من مذاكرتك؟ انا عندي امتحان بدري يا ام، وانا عندي اكل عيش. انت وابوك اللي حاطط ايده في الميه البارده ومديني الطرشه. هي امك ماتت من شويه، ما هي من حرقتها، وهما خسران حاجة؟ ما هو اتجوز خدامة تخدمك انت وهو، غوري قلب من قدامي. Thank you.
الله الرحمن الرحيم. انت مين يا واد انت؟ انت مين انت؟ انت اللي صوت وقال معالج الخان؟ انت يا واد؟ انا سيف ابو لسمس. مش تقول كده ولا بدلي ليه على السلم يا واد؟ انا كنت بذاكر يا ابله. يا حبيبي طب وانا شقتي راحت فين؟ قوم تعالى قوم يا واد ما تخافش. قوم يا واد قوم تعالى. أنا عارف إني بدخلك في متاهات، لكن لازم أقولك التفاصيل دي. أكيد الحاجات دي أثرت فيك مش كده؟ أي حادثة في حياة البني آدم بتعلم فيه طول العمر. المهم مرت سنين، وقتها كان عندي حوالي 18 سنة، وقامت حرب 67. ما تقوم يا أخويا تشوف أبوك اللي بيخرف على كبر. حاضر يا مراد أبويا. حاضر. في ايه يا ابو؟ البلد محتاجانا يا ابني، انا اتطوعت مع الكمسرية والسواقين والموظفين زمايلنا. ابن عم سيد البواب اللي ساكن في حارتنا القديمة كان بيحارب مع ابويا، بيقول لي انه استشهد، نزلت عليه دانا 1000 رطل، طيرت حتى الزراير الصفرة بتاعت بدلة الكمسري. دلوقتي بس فهمت هو مات ليه، جايز علشان خط حياتي انحرف انحراف حاد. لما بشوف الجنوب كل حاجة فيه بتفكرني بأيام الحرب وأبويا. وبعد فترة مرات أبويا عيت وجت لها حمى، نقلناها المستشفى، وأنا كنت أغلب الوقت بقضي في شقة الجار اللي ساكن قدامنا، خايف أرجع البيت ألاقي سماسم مستخبية في أي حتة. بقت بالنسبة لي كابوس، كابوس ممكن يظهر لي في أي وقت. لكن من حسن حظي إنه بعتني أشتغل في بنك عند واحد معرفة واداني كارت لي. أي أوامر؟ أيوه الكارت يا فندم، اتفضل. ناجي ليه خطة؟ ثانية واحدة اديله خطة. أنا قابلت المدير العام نجي بيه خطاب، وافق إنك تتعين الأول 3 شهور تحت الاختبار، وحدد لك 20 جنيه مرتب.
هتتعين شوية كده معانا في الأرشيف لغاية ما تاخد فكرة كاملة عن الشغل. ربنا معاك. رغم اني توقعت الاستغناء عني بعد 3 شهور الا اني فعلا اشتغلت كويس جدا. مواعيدي تمام، اول واحد يوصل واخر واحد يمشي. وفي الكهف اللي اشتغلت فيه ده فهمت اللعبة كويس جدا، لعبة البنوك. اتثبتت في البنك، مرتبي زاد، اتنقلت لمعاملات. صحيح برتب الشيكات وارجعها، لكنها عملية جوه صميم العمل في البنك. على فكرة دي ثقة عظيمة من ناجي بيه المدير العام. سيف يا ابني، الساعة بقت 4 وين؟ معلش يا حسن بيه، أنا عايز أكمل شوية، أصل عندي شوية شغل كده. أنا حاسس اليوم دي إنك مشغول حبتين. في حاجة يا ابني؟ أنا زي والدك. في الحقيقة يا حسن بيه، كان في سر كده عايز أحكيه لسيادتك. اطمئن يا ابني، أنت زي ابني الله يرحمه. الله يرحمه. أنا بعد أبويا ما مات فضلت عايش مع مرات أبويا. هي كبرت أوي دلوقتي وبقت عصبية ومش مستحملاني. ايوه طب يعني عايز ايه يعني؟ الست وداد هاني معرفه من زمان، جوزها الله يرحمه كان زميلي في الارياف، كان راجل فاضل وعلى خلق. الله يرحمه. انا باجر الشقه دي للعزاز بس، انا ساكنه تحت وبابي مفتوح على طول عشان اخلي بالي من اللي طالعين واللي نازلين. الاستاذ سيف شاب فاضل وعلى خلق وفي مقام ابني. 20 جنيه إيجار، قلتوا إيه؟ هو يعني ال كويسين، ربنا يكرمك. ده هيحمسك للشغل وإنتاجك يزيد ومرتبك يزيد. طول ما ناجي بيه بيحبك كن مطمئن. أنا عن نفسي ما موافق، ما عنديش مانع. خلاص على خيرة الله. وبعد فترة من الشغل بقيت موظف لي أهمية في البنك. حطيت كل همي اني اتعلم واثقف نفسي. كنت بروح كل يوم مش قادر اقف على رجلي. وفي يوم دخلت البيت. استاذ سيف مساء الخير. مساء النور يا ست وداد. بعد اذنك كنت عايزاك تبص لي بصه كده على شويه فواتير وحسابات للمحل والشقق. بس انا لسه راجع من الشغل وتعبان يعني. هو انت حد بيشوفك؟ انا بقالي اكتر من ساعه مستنياك. بس بقول يعني الوقت دلوقتي متاخر وما يصحش اخش معاك البيت يعني. طب خلي حد يتكلم كده وانا شيعه لك بره البيت قبل انت ما ترمش بعليك. تعال تعال تعال. فين الفواتير؟ حاضر. تحب تشرب حاجه الاول؟ لا انا برجع من الشغل تعبان وبنام على طول. ودي تبقى عيشه دي يا حبيبي. مش مختوم. هي لازم تتختم؟ طبعا طبعا عشان تبقى معتمده. طب اختمها منين؟ من الجهه اللي استلمت منها الفواتير. معقول نبقى جيران وانت وحيد وانا من غير ونيس ونبقى بعاد بالشكل ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ شبابك وجمالك ده، ايه رايك نتجوز؟ انت اليوم كده تخيلي شعوري ناحيه الست دي. ست مقززة مقرفة بشعة. أستاذ سيف كفاية كده، واضح إنك تعبت.
وانا كمان اتاخرت. انا محتاج لك قوي علي. هقدر اشوفك امتى تاني؟ بكره. يلا بينا. واضح ان محدش جاي الليله دي. هقوم انام والنهار دي هنين. بدك شي يا استاذ؟ انا كنت بسأل على رمزي بيه. رمزي بيه رجع بقى اليومين، مين حضرتك؟ صديق من مصر. شو اسمك سنتريد؟ مش مهم. عليا، انا عندي احساس كبير بالامان وانا معاك. تعرف يا سيف، دي اول مره في بيروت اخرج مع حد او اقابل حد. انا مش كذابه. انا اسف، اللي شفته عليا خليني اشك حتى في نفسي. صوابعك مش زي بعضها. اللي شفته صور زي بعضها من اصل واحد. تعبت بقى وزهقت. مش ملاحظه اني عماله اتكلم على طول وانت ساكته؟ عليا، انت حكايتك ايه؟ انا زي اي بنت في سني بتحلم انها تحب وتتحب. قابلته وعشت مع اجمل حد وفجأة اختفى. صحيت من حلم على واقع أليم وفظيع وقاسي. أنا دلوقتي عايشة مع عمتي، هي متجوزة واحد لبناني وعايشين هنا بعد ما أبويا وأمي توفوا. اضطريت إني أشتغل عشان أساعده. أنا مش عايزة أفتكر. كملي أنت حكايتك بقى. المهم، مرت سنين وأنا بشتغل في البنك. اشتغلت في كل حاجة. وصلت لمكتبي بقى جنب ناجي بيه رئيس مجلس الإدارة. في أيام الانفتاح اشتغلت في كذا بنك استثمار. وبقيت أسعى بكل جهدي لمعرفة أسرار الفلوس. ونجحت. وبقيت مدير فرع بيروت. أنا تحت أمرك والبنك كله تحت أمرك. لكن عشان أدرس المشروع ده لازم دراسة الجودة والرسومات وكل حاجة بتبقى عندي عشان أدرسها. لو سمحت يا سيد أمين، أنا بتعامل من خلال موقعي. ولا يمكن اقبل اي حاجه تمس كرامتي او سمعتي. اسمعني انت بس، اول ما يوصل عرض الاسعار من الياباني ابعتهولي وانا هضم الباقي الاوراق وادرسهم واقارنه بقيه الاسعار. يا سيد امين سمعك افندم. ايوه حاضر. يا سيدي، بالنسبه لمليون دولار دول مش مشكله، لكن استحاله هقدم اي تسهيلات او اعتمادات جديده قبل ما ادرس المشروع. انا كل يوم هنا لحد الساعه 2:30. اي وقت. اوكي. اوكي. مع السلامة.
فوزان، مش معقولة تقدمي لي عرض الأسعار من أول الصفحة لغاية أخرها. حمدي فين؟ فاضل الصفحة؟ متأسفة جدا يا فندم. تنكتب تاني وتجهزي لي الملف الخاص بتاع عملية صيدا. عرض الأسعار أنا عايز منه 10 نسخ. سوزان، اخبار الحوافز ايه؟ الموظفين مبسوطين يعني؟ طبعا. طب كويس، اتفضلي. بقول لك ايه، هو بابا جه من اوروبا لسه ولا ماما حتى؟ هي ماما سافرت له من اسبوع. لا، رجعوا بالسلامه ان شاء الله. اتفضلي. سوزان، أنا عايزك لو سمحت. خلصتي؟ أنا لسه خارجة من الأوضة يا فندم. هو حامد بيه هنا؟ لا، حامد بيه في جونيا من امبارح عشان القرية السياحية اللي البنك هيشتغل فيها. أنسة سوزان، أنا في الحقيقة يعني كنت عايز أطلب منك طلب. تحت أمرك يا فندم. إيه رأيك في المكان هنا؟ أنا أول مرة أجي مكان زي ده. لا، ده أنا هلففك البلد حتة حتة. ما تيجي تقعد جنبي. تقعد عايز ليه؟ لا، ما أنا كده كويس أوي أهو. خلاص، أنا هاجي أقعد جنبي. لا، في حاجة؟ لا أبدا، ما فيش حاجة خالص. في إيه يعني؟ بتعرف ترقص؟ لا طب. خلاص، أنا هعلمك كل حاجة ونبدأ بالرقص. صعب صعب. مفيش حاجة صعبة عليا أبدا. يلا قول. وبقينا نتقابل كل يوم تقريبا. كانت بتاخدني اماكن عمري ما شفتها، بس تصرفاتها معايا كانت غريبه قوي. انا مش مصدق نفسي، دي اول مره اعمل كده. ياه، وليه كده؟ لا ابدا، بس يعني كويس قوي يعني انك جبتينا المكان ده. انا ما دام معايا عربيتي ما يهمنيش اي حاجه. طبعا هيهمنا ايه. انت مش هتجيب عربيه؟ ما طبعا لازم هجيب عربيه، يعني لازم. طب ما تاخد صرف من البنك وتبقى تقسطها بعد كده. لا، انا لا احب السولف ولا القسط ولا الحاجات دي خالص. مش احنا بقينا فريندز؟ يعني ممكن اقول لك رايي بصراحه؟ طبعا اتفضلي. بصراحه البدله اللي انت لابسها شيك قوي، بس ما تنفعش بالنهار في البنك. ليه؟ دي ب 1000 جنيه. ايوه، بس اوفر قوي انك تلبسها بالنهار في البنك.
بس انت بره البنك بتبقى بني ادم تاني خالص. طيب طيبه مش معقوله، نفسي اخليهم يجوا يشوفوك هنا. لا اوعي، انا مش عايز حد يعرف لغايه بابا ما يرجع. بس بابي مش هيرجع لهنا، هيرجع على صيدا. هيقعدوا قد ايه؟ اسبوعين تقريبا. لكن انت عايزه ليه؟ مش انت ساكن لوحدك ولا بابي ومامي ساكنين معاك؟ لا انا بابا وماما ماتوا من زمان. سوري انا اسفه قوي. مفيش حاجه. يعني انت عايش في الشقه دي لوحدك؟ طبعا انا طول عمري عايش لوحدي. ليه يا عبد الوهاب؟ انا مش عارفه ليه كل ما بقعد في مكان فيه ناس بتكسف قوي. امال هنقعد فين يعني؟ انا عندي شاليه على البحر، نقعد براحتنا وناكل براحتنا. عندك حق فعلا. طب يلا بينا. اتفضلي. برافو يا سوزان، حلو قوي خالص يعني. ميرسي. ما تيجي تقعد جنبي؟ نعم تعال اقعد جنبي. حاضر حكي. تعرف اني عمري ما عملت كده. عملتي ايه؟ عمري ما رقصت لحد كده. سيف انا مش عارفه ليه انا بنسى نفسي وانا معاك. تنسي نفسك يعني ايه؟ ازاي يعني؟ من يوم ما شفتك في البنك وانا نفسي اقرب منك. سيف انا بحبك. استني بس، واحدة واحدة عليا مش كده؟ اسكت اسكت. تاني يوم نقلتها من عندي كرهت نفسي جدا، بس ربنا يعلم اني كنت ناوي فعلا اتجوزها. في الفترة دي فقدت ثقتي في الستات كلهم، كرهتهم وقررت ارجع مصر باسرع ما يمكن. اخيرا دخلت الطبقه اللي مرات ابويا منعتني حتى من التفكير فيها. كانت دايما تقول لي احنا هنموت واحنا تحت. لما دخلت الطبقه دي اكتشفت انها كلها كذب وغش وخداع. بس هعمل ايه؟ على راي المثل، حين تصبح في روما افعل ما يفعله الايطاليون. كمل. وبعدين استكملت اجراءات الشركه الجديده. كانت كل حاجه سهله بالنسبه لي ايامها. طيب انا احب اعرف راي فريد بيه في وجهه نظر سيف بيه. يا جماعه انتوا مش فاهميني، انا حاسس ان الاستاذ سيف متخوف جدا من المشروع ده. بالعكس، يبقى حضرتك فهمتني غلط. عايز الفت نظرك لحاجه فريد بيه. سيف بيه من ضمن المهتمين بدراسه التفاصيل بدقه، لدرجه ان مسميه الفت ما بتفوتوش حاجه ابدا. انت مطمن للمشروع ده؟ جدا. استوعبته كويس؟ جدا، ولقيت انه مشروع مكسبه مضمون. وانا في اوروبا في رحلتي الاخيره اكتشفت ان اجهزه الفاكس دي بقت موضه قديمه جدا. دلوقتي في تليفون في حجم الراديو ترانزستور بينقل الرسائل عن طريق القمر الصناعي. المفروض نجيب للبلد احدث معدات. البلد بتصحى وبتتطور.
انا بقترح ان احنا نستورد اجهزه كمبيوتر حديثه، لان الاجهزه اللي موجوده دلوقتي كلها اجهزه متخلفه. في دلوقتي كمبيوتر في حجم الشنطه وبيعمل ملايين العمليات المتطوره. المفروض نستعد بقى علشان ندخل شبكه الانترنت. تخيلوا ان احنا معانا توكيل 4 شركات عالميه. كده بقى نبدا التمويل. ده كلام منتهي تماما. اللعبه دلوقتي في ايدينا جيبيه. هتعرف حالا انا ليه ما عرضتوش عليك. هو ايه المطلوب بالظبط؟ هو في غيره يا ناجي بيه؟ تمويل البنك طبعا. من هنا بقى تبدا المشاريع الكبيره. طيب مبدئيا البنك مش هيمول المشروع ده. انت بتقول ايه؟ انا اللي همول المشروع مش البنك. عندي اسباب. بحب الاسم. اولا انا من حقي اعمل بزنس. ثانيا انتوا عارفين ان انا دايما بدور على مشروع مشرف. ممكن ضمان البنك على فلوس فريد بيه يبقوا شركة ما بيننا طبقا لمعدلات الأسهم، وكمان ما تنسوش إن البورصة اشتغلت أهي. طب ده خبر مفاجئ. إيه معترض؟ لا طبعا موافق 100%. بالشكل ده بقى يبقى ناجي بيه رئيس مجلس الإدارة. بالعكس أنا أحب أبقى الممول بس. أما فريد بيه فهو رئيس مجلس الإدارة. أما بقى يا سيدي العضو المنتدب بقى فهو الأستاذ سيف عبد الكريم. مش غريبة يا سيف، السوق محتاج كفاءات وانت من اكفأ الشبان اللي اشتغلوا هنا في البنك. مبدئيا انا موافق وربنا يسترها معانا. نتفق الاول على مرتبه وانا وانت بقى بينا قانون. طيب نقدر نقول 2% من نسبة المبيعات كويس؟ ده البونص ومرتبه. ماشي. 5000 جنيه مبدئيا في الشهر. لو احنا اعتبرنا ان رأس المال مقسم بيننا احنا الثلاثة، فريد بيه، حسان بنه مرسي، وناجي خطاب، يبقى ال 30 مليون دول هيتقسموا اسهم. قيمة السهم 1000 جنيه مصري. يبقى نصيب كل واحد فينا 1000 سهم. مظبوط كده يا سيب بيه؟ مظبوط جدا. 30000 سهم ب 30 مليون جنيه. وانا شايف بدل ما نطبع اسهم وجع الدماغ ده، احنا نحط القيمة في سجل الاكتتاب. جميل. يبقى الاكتتاب ده يتحط عند الاستاذ سيف ويتحط فيه اسماء المكتتبين. انا بقول كمان ان احنا يعني ممكن نعمل شهادات اسميه بالقيمه. ولا رايك ايه يا فريد بيه؟ مفيش مانع ابدا. ونعتبر ان ال 10 مليون دول هم البضاعه اللي هتوصل مينا بورسعيد اول الشهر. اوكي، نتقابل بالليل عند المحامي ونسجل الكلام ده بشكل نهائي. ايوه بس لازم حسام بيه يكون موجود معانا. كلامك مظبوط. انت مروح ولا ايه يا ناجي؟ انا طالع من البنك جاي على هنا اروح اريح شويه وبعدين نتقابل بالليل. اوكي؟ اوكي. ما باي. مع السلامه. مع الف سلامه. اتفضلي. اتفضلي انت. وصل فاكس من المخلص الجمركي. كل التصاريح هتبقى جاهزه خلال اسبوع، وكل ما اجراءاتنا كانت سليمه اسم الشركه هيسمع في كل مكان. هو كلام مظبوط. أنا نفسي أقول لك حاجة بس من غير زعل. لا اتفضل، ازعل ليه يعني؟ نفسي تهتم بمظهرك شوية. الحقيقة مظهر عضو مجلس الإدارة مهم جدا، محسوب عليه وعلى الشركة. الآنسة منى هتتولى الموضوع ده. على إذنك. أيوة بس دي غالية جدا. السابقة واضح ان الخط البياني للشركة في صعود مستمر. لو اطلعتم على الدوسيهات اللي قدامكم هتعرفوا المركز المالي للشركة وعدد الاسهم الصادرة، وهتلاحظوا ان الاسهم بتنتشر في السوق بشكل سريع جدا، وان القيمة الفعلية للسهم بتزيد بمعدل جيد. ودي موافقة وزارة الخزانة على اصدار سندات باسم الشركة. القيمة الفعلية للسند 5000 جنيه. استاذ سيف. فندم. أنا نيابة عن المجموعة بطلب تعيينك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. حد عنده اعتراض؟ موافق؟ يا
يعني ايه ما جاش النهارده؟ سعادة البيه مكتبه مقفول ومضلم. معقولة يكون تعب من شغل امبارح؟ طيب خد انت النسخ ديت سلمها للسكرتارية وتفضل على مكتبك. معقول ده يا سيف؟ بعد ما رجعنا من المينا وشوينا البضاعة في المخازن قبضتهم مشوا من هنا رحت في النوم. لا لا يا سيف ده مجهود زايد عليك جدا، وبصراحة كده المرحلة الجاية بتتطلب منك انك تكون اهدى من كده واعصابك احسن من كده كتير. ما انا كويس اهو الحمد لله. لا يا استاذ انت محكوم عليك باجازة 10 ايام. 10 ايام؟ انا هعمل فيهم ايه دول؟ اصلا انا عمري ما خدت اجازة. يبقى اسبوعين. انا شخصيا هبعتك غصب عنك في مكان انا بحبه جدا. فين؟ بيروت. ايه رأيك بقى؟ بيروت؟ شو يا استاذ؟ عجبوك شاليه؟ جميل جدا جدا يا استاذ غيث. يا استاذ اول مرة نتعامل مع الفريق بي بدون معاملة، وحضرتك رح نتعامل معك بدون أي واسطة. هو فعلا مكان هايل قوي. صيف شتاء يا استاذ بتعرف انت. بس بدي لك شغلة، إنه نحن عنا هون بينزلوا عنا رجال أعمال كبيرة بيقضوا فرصتهم هون. تفضل يا استاذ لحتى أفرجيك بعض المطاعم. تفضل. تفضل. اهلا وسهلا. مكان هادي وجميل. انا لما باجي هنا نجيت الحق ما ببقاش عايز ارجع تاني. اكيد بس اللي بيرجعك مسؤوليات. تقولي بقى. اتفضل. اتفضل. ها قولي بقى، انت اول مره تيجي هنا؟ لا انا كنت مدير بنك استثماري هنا. انا تقريبا هنا كل شهرين انا وعزه اختي. ممكن اتعرف باسم سعادتك؟ انا رمزي جمال الدين. سمعتك سباك يا فندم. مش سيادتك برضه صاحب شركه ايدكو الاستثمارات السياحيه؟ ايوه بالظبط، انا صاحب شركه ايدكو وصاحب شركات تانية. انا نجيت الحق اي نوع من انواع التجاره احب اشتغل فيه. انا زمان وانا صغير كنت اخد حاجات كده وابيعها في المدرسه للتلامذه واكسب منها. عزه اتفضلي. عزه عزه اختي مالناش غير بعض. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. الاستاذ سيف احد رجال البنوك المهمين جدا، واي شركه جديده بتفتح او بنك استثماري يهمه جدا ان سيف بيه يبقى احد اعضاء مجلس الاداره او المشاركين فيها حتى. اهلا بيك يا فندم. طبعا اذنك عشان عندنا مواعيد. اتفضلوا يا فندم. يلا سعيده جدا.
وبقينا نتقابل في الاوتيل كل يوم وتوطدت علاقتنا. العمارة دي بتاعت مين؟ عمارة بيت الصياد. ودي اللي هناك دي؟ هذه عمارة فواز. قول لي يا مازن. نعم. لسه في المنطقة دي في أراضي بتتباع؟ في كل شيء بنبيع هون. إيه؟ سرحان في إيه؟ معقولة أسرح وأنا معاكي؟ نعم. قصدي يعني سرحان في الكلام اللي بيقوله رمزي عن العمارات والأراضي. طول الوقت بيتكلم في البيزنس. أنا كده لما تستهويني أي حاجة لازم أنفذها. أوكي يا رمزي نتفاهم. أنا ما عنديش مانع أي أسهم أو سندات في الشركة بتاعتكم أشتريها. الكمية كلها نفدت. شركة فيها ناجي خطاب وفريد شاهين وما بقاش شريك فيها بقى ده كلام. على فكرة أنا بعد كده ليا كلام كتير قوي معاك. أي حد يخرج من عندكم من الشركة أنا مستعد أشيل الأسهم بتاعته بالكامل. أنا طبعاً ما عنديش مانع يا رمزي. ها عملت إيه؟ جبت العربية لسعادتك وهم ناطرينك. أنت رايح على فين؟ رايح على الجبل. في هناك أراضي سعرها مغري وزي ما أنت عارفة أنا لازم أبني هناك. طب وأنا؟ سيف معاكي. اتفسحوا براحتكم وهستناكم في الريستوران. ها؟ يلا باي باي. باي باي يا رمزي. يلا. عايز اعتذر مع اني عارف ان اعتذاري مش هيمحي اللي حصل. انا اللي اسف يا سيف. الظاهر ان انا اللي فهمت غلط مع اني متاكده انك مش ممكن تعمل معايا كده. يعني صافي يا لبن حليب يا قشطه. بس سيف اتحكي بقى لحسن اخوك يفتكر اني زعلتك. مش قلنا خلاص؟ نجحت. وشك حلو عليا. لقيت الارض؟ حتة أرض وادي بين جبلين بواجهة 300 متر على البحر. لو وقفت وبصيت في المية تشوف وشك من كتر ما المية صافية. أنت ناوي بقى على المشروع هنا؟ كويس. أنا فهمت من كلامك كده إنك ناوي تعمل مجمع سياحي. وأنت الصادق منتجع عالمي.
مجموعة من المستثمرين مكلفيني أعمل كل حاجة وبعد كده يبعتوا لي التمويل. وطبعا سيف هيشتري شاليفي. أنا فعلا حبيت المكان هنا قوي، وأنا تحت أمرك طبعا في أي دراسات جدوى أو أي حاجة أنت عايزها مني. إيه يا جماعة، إحنا مش هنتعشى ولا إيه؟ أنا عامل لكم حفلة بالمناسبة دي. يلا يلا بينا. تصوري يا عزة، أنا كنت مستكتر أسبوعين أجازة، لكن دلوقتي زعلان علشان هينتهوا. وأنا كمان يا سيف، أنا مش قادرة أصدق إن الوقت مر بالسرعة دي. عزة، وأنتوا ساكنين فين؟ إحنا أصلاً من اسكندرية، وحنطلع من هنا على اسكندرية وبعد كده على اليونان. اليونان؟ آه، هنقعد هناك حوالي أسبوعين ثلاثة. ياه، مش هشوفك تاني ولا ايه؟ ازاي بقى؟ اكيد يا سيف هنشوف بعض تاني. ازاي؟ هبقى اكلمك. انا هديك نمرة تليفوني، انت كلميني في اي وقت وفي اي مكان في الدنيا. صدقي يا عزة، انا عمري ما كنت افتكر ابدا ان هقابل واحدة زيك. ايه بقى مش عاجبك؟ بالعكس، ده انت جميلة قوي، ده انت اجمل واحدة شفتها في الدنيا. انت يا عزة، ده انت رمزي بيقولي انك انت مثالي قوي ودقيق في حياتك. ايوة، اصلي قعدت اتكلم معاه امبارح بعد انت ما نمتي، اصلي استريحت له قوي. على فكرة احنا هنمشي بكرة. انا متضايق وزعلان قوي يا عزة، لكن متأكد ان احنا مش هنفترق ابدا. عزة، أنا بحبك يا عزة. زمان رمزي قلق علينا. يلا بقى. خلاص يا غيس، ما تنساش أول سبتمبر زي ما اتفقنا. اضمني بقى. وأنت يا سيف، أيوة، ما تنساش تسلم لي على فريد بيه وناجي بيه. إن شاء الله. طب أقول لك يا غيس، توحشين. خد بالك من نفسك. مع السلامة. مع السلامة حبيبي. خلاص ليس، زي ما اتفقنا. مع السلامة ليس، ما تنساش. خلاص. ايوه. وبعدين كانت كل حاجة سهلة بالنسبة لي. أيام ده صحته رد اهو. ما شاء الله. فضل يا سيدي، ما كانش عايز يسافر، راجع من السفر زايد النص وزيادة اهو. بس خلي بالك يا سيف، الراجل بيدخن في حالتين اتنين بس، اما انه يكون بيحب جديد او بيتخلص من علاقه قديمه. لا ده ولا ده، انا لا 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 لا، هي علاقه حب جديده. اوعى تنكر اخبارك وصلت للطياره قبل انت ما توصل. لا اكيد في سوء تفاهم في الموضوع. شفت بقى وقعت ازاي؟ الله. هاي نبدا بقى الشغل يا اساتذه. على فكره يا فريد بيه، رمزي بيه جمال الدين بيسلم عليك. رمزي؟ رمزي مين؟ يمكن عميل في البنك. لا ده يعرفك كويس قوي انت وفريد بيه. رمزي جاهز. ما علينا، بالنسبه للاعتماد الخاص للاستيراد نقدر نقول ان تم فتحه خلاص. وكمان المراكب هتوصل اول الشهر. المهم بعد 4 ايام لازم نسدد البنك المركزي 3 مليون دولار، او ما يعادلهم بالجنيه المصري، علشان نغطي موقف فريد بيه. ما تقلقش، انا مدخل بضاعه في مخازن البنك بتساوي اكتر من 10 مليون جنيه. يبقى كده نقدر نسحب مبلغ. على فكره احنا محتاجين مصاريف مهمه. هندفع جزء من طلبيه الاسمنت، وهنشتري مجموعه اسهم جديده عشان نزود رصيدنا في البورصه، لان الاقبال شديد جدا على الشراء. وكمان لازم. ايوه موجود يا فندم، دقيقه واحده.
تليفون ليك يا نادي بيه. اشكرك. الو، ايوه مين؟ اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. بالمناسبه بقى احب اعلن ان المجموعه الثلاثيه هتبدا اصدار اسهمها ابتداء من الاسبوع اللي جاي. الو، ايوه انا سيف. مين؟ اهلا يا عزه، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، وحشتيني قوي. عامله ايه يا عزه؟ انت لازم تكلميني كل يوم يا ستي. كلميني وانا هبقى احاسبك على المكالمات. لا طبعا، صوتك مش كفايه، انا عايزك انت يا عزه. ما تقوليش بموت فيك بعد الشر عليكي، قولي بعيش فيك، لان عايش في حبك بس يا عزه. سلمي لي عليه كتير قوي. حاضر، اول ما توصلوا بمجود هقولكوا على طول. طيب يا حبيبتي، يلا مع السلامه. مع السلامه. شغلتي كل دقيقة في حياتي. الدرجات يا سيف؟ أنا مش بحس إني عايش إلا وأنا معاكي. مش بعرف أتكلم مع حد غيرك. أنا مش هقدر أستغنى عنك أبداً يا عز. وحشتني. وأنت كمان. وعلشان مش بتتكلمي معايا كتير، مسكت تليفوني ودشدشته على بعض. بجد؟ ليه؟ بيجيب مكالمات مش اللي أنا عايزها. أنا كنت قاعد مستني مكالمة واحدة بس. أنا آسفة أوي يا سيف، بس رمزي كان عنده مشاكل كتير أوي. كان كل جرس التليفون ما يضرب أجي عليه وأبقى مستني أسمع صوتك. أنت وحشتيني أوي. عزة، أنا فعلا بحبك. العينتين احسن من بعض، بس انا افضل اشتغل في النوعيه دي. تحت امرك. اهلا يا سيف. ازيك؟ اهلا يا استاذ سيف. غالي صديقي وحبيبي، وبنعمل شغل مع بعض. استيراد وتصدير. على فكره اللي هيشتغل يومين دول في موبايل هيكسب كويس قوي. تحب ننزل تحت؟ مش قلت ان رمزي عايزني؟ لا احنا خلصنا خلاص. اتفضل انت يا غيث، مع السلامه. بنحب نشوفك مره تانية ان شاء الله. طبعا، عن اذنكم. اتفضل، مع السلامه. إن جيت للحق يا سيف، هي مش حكاية تليفونات هبيعها واشتريها. الحكاية أكبر من كده. أنا عايز أأسس شركة أعمل فيها خدمات للسواح، خطوط تليفونات، تذاكر، حجوزات عربيات، يعني أعمل خدمات متكاملة للسواح. دي مشاريع بتكسب كويس أوي على فكرة. أنا كنت فاهم يعني إنها مسألة بيع وشراء. لا لا لا، مطلق أكبر من كده بكتير. بقول لك يا سيف، ما تيجي ناخد درينك ونتكلم بره، عايز أكمل لك تفاصيل المشروع. يلا يلا. طيب، عن إذنك يا عز.
على فكرة آخر التقارير اللي اتعرضت بتقول إن شركتنا أصبحت حديث الأوساط الاقتصادية. معنى كده إن إحنا قيمة السهم عندنا بتساوي 10,000 جنيه ودي قيمة اسمية، إنما القيمة الفعلية 15,000 جنيه. كم واحد عايز يشتري أسهم مننا؟ كتير، بس أنا مرتاح قوي للمليونير حسني النجار، تعرفه؟ وفي حد ما يعرفش حسني النجار؟ بالمناسبة هو عايز يشتري 2000 سهم. أيوة. هو عنده رحلة ما بين أمريكا وأوروبا وكندا، هيقعد حوالي سنة. يعني بالنسبة لنا هيبقى مجرد مساهم عادي جدا. على فكرة الأسهم أهي مختومة وممضية على بياض، يعني أي حد عايز يشترك معانا هتبقى جاهزة. أروح أنا بقى لأن أنا تعبان من الصبح. ماشي. مع السلامة. مع السلامة. ألو؟ أهلا يا عزة. أنت بتتكلمي منين؟ معقولة؟ المسألة كلها تتوقف على التمويل، ودي حاجة أمرها سهل خصوصا لو في ضمانات. طب ما أنا كل أوراقي معاك والمشروع مضمون، كله باين على الورق. ده رسم كروكي المشروع استثماري هايل، مساحة أرض كبيرة في أي حتة، المهم هنبني عليها قصور. قصور؟ في ناس كتير معاهم فلوس ومش عارفين يتمتعوا بيها، إحنا بقى هنمتعهم بيها. مساحة أرض كبيرة هنبني عليها قصور وشوية جناين وحمامات سباحة وملاعب جولف وتنس. والمركز الصحي يا رمزي؟ ما هو هنا على الكروك. ودي ايه دي يا رمزي؟ دي اسطبلات خيل وابراج حمام. دي مستعمرة بقى على كده. شوف لو كل قصر هيتبني على 5 فدادين، في 30 قصر يبقى احنا محتاجين 150 فدان. ياه 150 فدان؟ يا ده ايه؟ العملية اللي انا بكلمك عليها دي اي حد يقدر يقوم بيها. احنا لو دربناها كده في بعضها هتحتاج 100 مليون جنيه. انت مالك الان كده ليه؟ ده احنا لو فتحنا باب الحجز في اسبوع هنجيب 30 مليون جنيه. وحشين؟ معقول يا رمزي حد يقدر يقول على 30 مليون جنيه وحشين؟ ده كلام. قلت ايه؟ هي فكره حلوه بس لازم اعمل لها الاول فيزابيلتي ستادي. عموما الاوراق معاك اهي، اعمل دراسه الجدوى اللي انت عايزها بس اوعى تقول لي هنشكل لجنه. اشرب اشرب. ايه ايه رايك؟ ايه مش دي الأرض اللي رمزي كان نفسه يحجزها؟ هي دي؟ أيوه، وتم حجزها فعلا. ياه بالسرعة دي؟ إحنا في عصر سرعة البرد. بتفكري في إيه؟ سيف، أنا عايزك تكون صريح معايا، دفعت قد إيه؟ أبدا، دفعت 1,000,000 جنيه بس. سيف، أنا أعرف إن أنت ما معكش المبلغ ده. ما تخافيش عليا، أنا مغطي نفسي كويس. هو أنا مش من حقي أعرف يا سيف؟ من حقك تعرفي كل حاجة. أنا معايا أوراق سندات يعني بتاعت مشتريين، وأنت عارفة الحمد لله رجال البنوك كلهم بيثقوا فيا. حولت مجموعة منهم لحسابي في البنك لحد رمز ما يوصل. يعني اتصرفت في 1,000,000 جنيه منهم؟ يعني ما قيمته 1,000,000 جنيه. ده مبلغ مش كبير، ما تشغليش بالك. وأول ما يرجع رمزي من اليونان هغطي موقفي كويس. ودفعت فلوس الأرض فعلا؟ الراجل لما لقى شيك بإمضتي بين ايديه ما كانش مصدق ان احنا هنبدا بالسرعه دي. مش عارفه يا سيف، انا خايفه قوي. يا ستي بس المهم ان المشروع يبدا، والاهم عندي مشروعنا احنا كمان يا عز.
جماعه، احنا هنفضل ساكتين كده ولا ايه؟ انا بس زعلان ان سيف ابتدى وانا مش موجود. انا بدات على اساس انك هتجيب التمويل معاك، ما كنتش معتقد انه ممكن يرفضوا. ومين قال انهم رفضوا؟ انت. لا يبقى انت ما فهمتنيش او انا اسأت التعبير. هو التمويل اتاخر لغايه اما مسيو زانديس ومستر سعدون يرجعوا من فرنسا. مسألة أيام يعني، أو أسبوع على الأكثر. يا سيف مالك؟ إيه زرعتها قمح وطلع بطيخة؟ يا ريت، أنا بس بفكر. طب ما نفكر كلنا سوا. أنا قدامي حلين، يا إما آخد مليون جنيه اللي دفعتهم تمن الأرض وأرجعهم مكانهم وننسى الحكاية دي خالص، يا إما أخش معاك شريك بفلوسي، لأني فعلا مستخسر المشروع ده. طب ما تفكر كويس يا سيف. نفكر سوا. برافو عليك يا سيف، انت كده درست المشروع اكتر مني. متهيألي كده بقى يبقى المشروع ارباحه مضمونة. ما هو ده اللي هيجنني يا جماعه. ما احنا عشان كده عايزين ندبر مبلغ نبتدي بيه المشروع لغايه اما التمويل يجي من اليونان. انت ضامنه بتاع اليونان ده؟ ايوه يا سيف، هو انا صغير. انا بس عايز اطمن يا رمزي. تطمن على ايه؟ انا معقوله ورثك وانت؟ ما اقصدش، احنا كلنا في مركب واحده وانا خلاص اتعريت. احنا مش لازم نبدا بمليون. يلزمك كام؟ يعني مش أقل من 15 مليون جنيه. هو حسن النجار هنا؟ هو ده اللي بفكر فيه دلوقتي. المليونير حسن النجار مسافر في أوروبا، وسندات كل المساهمين عندي في خزنتي. وأسمائهم عليها؟ كلها على بياض ومختومة. قد إيه؟ هما 2000 سهم، بسعر السوق دلوقتي يبقوا بحوالي 200 مليون جنيه. طب دول يخلوا اي حد يضمنك في ال 30 مليون جنيه. سمعه سيف هي اللي تضمن. وخلي التحويل باسمك علشان ابقى بعيد عن العين. اسمح لي يا فندم، يعني دي هدية تعارف بسيطة، تعبير عن المحبة. أنا شخصياً بحب الألماس. اتفضل. أشكرك. على فكرة أنا متابع نشاط شركتكم، حاجة عظيمة جداً. لا ده أنا جاي كمان أعرض على البنك مشروع عظيم جداً. تحت أمرك. خير؟ هشام بيه عبد الفتاح لما عرف إني جاي لك كان عايز يجي معايا. هشام عبد الفتاح؟ المقاول. مقاولات الطرق، إزاي صحته؟ كويس؟ ما جاش معاك ليه؟ لما يرجع من النمسا هعمل لكم حفلة تجمعنا مع بعض. خير؟ مشروع مضمون 100%. ما دام من طرفك يبقى أكيد مضمون. أنا جاي ومعايا سندات واحد من أكبر عملائك هنا. سندات بتاعت شركتكم؟ أيوه، اشتراها حسني بن نجار. كلام مضمون 100%. هو حاليا مسافر برا مصر ولمدة طويلة. أمرني. قرض. كام؟ عينينا. أنا حدي لسيادتك فرصة تدرس المشروع علشان تقدر تحدد المبلغ.
يعني اقول مبروك؟ ان شاء الله، بس كان نفسي ابلغ رمزي بنفسي. ما انت عارف ان رمزي في الغردقه، ان شاء الله اول ما يجي انا هقول له بنفسي. بعد اسبوع المبلغ هيتحول باسمه علشان نتحرك بسرعه. مستعجل على المشروع قوي كده؟ بصراحه انا مستعجل على مشروعنا احنا. وانا كمان نفسي بقى نتجوز يا عزه، نعيش انا وانتي في بيت واحد وتبقي مراتي يا حبيبتي. عزه انت ما تتصوريش انا بحبك قد ايه. ادخل. اهلا. السلام عليكم. اهلا شوقي بيه. اهلا وسهلا. على فكره شركتكم شيك جدا. ده من ذوقك بس يا فندم. هو لسه فريد بيه ما جاش؟ لا هو النهارده في الحقيقه اجازته وسافر شرم الشيخ. اتفضل سيادتك، اتفضل استريح، اتفضل. اهلا وسهلا، نورت يا فندم. بالمناسبه يا فندم ده عقد تاسيس الشركه. هايل. وده يا فندم الدوسيه اللي فيه قائمه الاكتتابات. اتفضل. حسن اسم اهو. احنا درسنا الموضوع وانا شخصيا موافق على 30 مليون جنيه. اخيرا يا سيف، كابوس وانزاع. بكده يبقى تحول لحسابك 30 مليون جنيه وهيكونوا في الوعاء من بكره. بصراحه يا سيف انا مش مصدقه. انت بتدخل اي بنك الابواب كلها بتتفتح لك، ويبقى نفسهم يعملوا لك اي حاجه انت عاوزها، الدنيا كلها بتتقلب علشانك. هو سيف يعني شويه؟ عندك حق يا رمزي، الف مبروك يا جماعه. انا بقى بالمناسبه دي هضطر اعزمكم على الغدا. غدا ايه وبتاع ايه؟ انا عايز اقابل الراجل صاحب الارض. انا لازم ابتدي من دلوقتي. انا بقى نفسي ادير المشروع ده من بيتي انا وعزه. اعتقد يا رمزي ده انسب وقت عشان اطلب منك ايد اختك عزه. ولو انه مش وقته عشان الشغل اللي عندنا، بس انا شخصيا ما عنديش مانع. ايه رايك عزه حبيبتي؟ ايوه بقى. كده يبقى الف مبروك. كتب الكتاب يبقى الخميس اللي بعد الجاي. ها؟ اطمنت على مسار الاسهم؟ طول ما انت شغال هنا يا سيف انا بطمن على اي حاجه بتحصل. انا تعبت جدا، ممكن اروح بقى؟ اوكي، روح انت استريح شويه. على فكره انا رايح النهارده للمستشار نصار، عايز منه حاجه؟ لا يا سيدي شكرا. نسيت اقول لك، بس صاحبك خد بومبا في الرحله بتاعته ورجع زي ما انا توقعت بالظبط. مين ده؟ المليونير حسني النجار. انا ما اتفاجئت ازيك كده، لان انا حذرته من السفريه ديت وبرضه ما سمعش كلامي. يلا سلام. خش قول له سيف بيه عايز يقابلك. اقول له ازاي وهو البيه مشي؟ نعم مشي. يعني ايه؟ ايوه يا سعاده البيه مشي النهارده الصبح، دفع حساب البيله وخد بعضه ومشي. دفع الحساب؟ ايوه، ما هو متاجر البيله مفروشي. مفروش يعني ايه؟ ما تعرفش راح فين؟ لا والله يا سعاده البيه، هو خد العنب وخد بعضه ومشي.
اهلا سيد سيف. رمزي بيه فين لو سمحت؟ موجود بالسويت 704. في الارض يا نا؟ في الارض طبعا. شكرا. تكرم. لو سمحت بعد اذنك الماستر كي بس عشان نسيت مفتاحي في الاوضه. تكرم. هنا الاوضه دي. سهل عليا. أنا لو جمعت كل كلام الحب اللي في الدنيا مش هيكفي عشان أقولك أنا بحبك قد إيه. أنا بندم على كل لحظة ما شفتكيش فيها، وبشتاق لكل لحظة هشوفك فيها.